كثر خيركم ويعطيكم الصحه راكم درتو حاجه مليحه بارك الله فيكم شرعت مديرية التوزيع برج بوعر في المرحلة الثانية من من المخطط الخاص بتوزيع كواشف غاز أحادي أكسيد الكربون، العملية سيتم, سيتم تعميمها على كافة المواطنين وهذا بعد ما كانت الانطلاقة أو المرحلة الأولى قد انطلقت في شهر أفريل المنصرم، العملية تتمثل في تركيب اجهزه كواشف غاز احادي اكسيد الكربون جهازين لكل بيت